خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن كل يعني الانجازات اللي بتتم وعن الافتتاح وغيره. معانا على التليفون سياده العميد احمد ايهاب النحاس، مدير فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. يا سياده العميد، بونجور على حضرتك، صباح الهنا. صباح الهنا استاذ نهاوند، صباح الفل على اخواتنا وزملائنا في قناه النادي الاهلي، صباح الخير على كل اعضاء النادي الاهلي والمنتمين للنادي الاهلي وكل من هو محب لهذا الكيان المحترم. سيادة العميد، هقول مبروك علينا في البداية، مبروك علينا، مبروك على كل المصريين، مبروك على كل الأهلاوية، إنجاز ورا إنجاز. يعني النادي الأهلي بيقدمه سواء على المستوى الرياضي أو مستوى الإنشاءات، حاجة محترمة جدا. الناس كلها ما فيش كلام غير عن النادي الأهلي، فرع التجمع بقالنا فترة طويلة. خلينا نعرف من حضرتك كواليس أكتر طبعا، وخلينا كمان نعرف كواليس عن إن شاء الله حفل الافتتاح بالغد. اتفضل يا فندم. طبعا زي ما حضرتك قلتي، انا بس حابب طبعا في الاول ان انا سمعت حضرتك ابعت سلامي اخونا الاستاذ كريم، وتمنياتنا كده بالشفاء ان شاء الله للدكتور الفاضله ان شاء الله يا رب. زي ما حضرتك تفضلتي كده، احنا طبعا عندنا حدث جميل بينتظره الشارع الرياضي المصري، مش هنقول منظومه النادي الاهلي فقط، يمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره المحترم عودونا دايما على الفرحه وعلى رؤيه في التطوير المستمر والايمان بمبدا نؤمن به كلنا كمؤسسه النادي الاهلي، تاريخ مبادئ وتطوير. بكره ان شاء الله باذن الله زي ما مجلس الاداره اعلن رسميا برئاسه كابتن محمود، هيبقى الافتتاح الرسمي للفرع الرابع للنادي الاهلي او الصرح الرابع للنادي الاهلي في مناطق القاهره الجديده. يمكن ده بنقول ان هو مش احد فروع النادي الاهلي فقط، هو احد المؤسسات الرياضيه المصريه اللي بتضيف للمؤسسه الرياضيه المصريه على المستوى المصري بالكامل اضافه جميله جدا بامكانيات محترمه تليق باعضاء النادي الاهلي وتليق بكل من هو منتمي لهذا الكيان. زي ما حضرتك قلتي، احنا عندنا فرع القاهره الجديده بيقع على مساحه حوالي 50 فدان. لأول يعني لأول مرة، مش هنقول على مستوى الأفرع، لأول مرة على مستوى الإنشاءات الرياضية بيتم افتتاح نادي رياضي بنسبة 80% من نسبة إنشاءاته، ودي تعتبر نسبة كبيرة جدا بالنسبة لافتتاح مبدئي بالنسبة للأندية الرياضية. عندنا كل الإمكانيات سواء الإنشاءات على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الرياضي، ملاعب كرة اليد وملاعب كرة السلة وملاعب كرة الطايرة، أربع ملاعب لكل لعبة على حدة. عندنا ثمان ملاعب تنس أرضي مفعلين بشكل كامل. مبنى اجتماعي على أعلى مستوى مجهز بإمكانيات تليق بالمترددين على النادي الأهلي من أعضاء النادي الأهلي والمنتمين للنادي الأهلي. أعداد اجتماعية تستوعب الأعداد اللي ممكن تتردد على منظومة زي منظومة النادي الأهلي. أول مرة أعتقد هي الأولى في تاريخ المؤسسات الرياضية على المستوى القطر المصري والقطر العربي والقطر الأفريقي والدولي أيضا، أن يبقى في نموذج للملاهي المائية الأكوا بارك. يعني احنا عايزين تفاصيل بقى سيادة العميد، لأن أنا نفسي انبسطت لما سمعت الخبر ده. والله يا أستاذ نهوان كلنا انبسطنا، لأن هي برضو النادي الأهلي بيوفر الخدمات للعضو وكده، وفر لنا أن احنا نبعد لمسافات طويله عشان نروح الاقوى في محافظات اخرى. صح. فاصبح عندنا خدمه موجوده جوه مقر النادي الاهلي، ملاهي مائيه لاولادنا من الناشئين النادي الاهلي. دي خطوه يمكن ما ظهرتش في المؤسسات الرياضيه، ويمكن صحيح. كل زي ما حضرتك بتقولي كل الناس منتظرينها، سواء الاعضاء الكبار او الاطفال ابنائنا من ابناء النادي الاهلي. يمكن النموذج الاول زي ما بقول لحضرتك، نتمنى يكون على المستوى اللائق اللي بينا كلنا ان شاء الله باذن الله. حاجه محترمه جدا جدا ان شاء الله، انا متاكده وكلنا كاهلاويه متاكدين ان هو هيكون على اعلى مستوى كالعاده. خلينا بقى نروح بكره يا سياده العميد وتفاصيل اكتر عن حفل الافتتاح، لو حضرتك ممكن تطلعنا عليها. اتفضل. ان شاء الله باذن الله بكره يعني حفل يليق بينا جميعا. عندنا ناس على اعلى مستوى من الاحترافيه في تنظيم الايفنتات او الاحداث المشابهه لهذه الاحداث، متابعه طبعا بشكل مستمر مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي الدكتور سعد شلبي. يمكن بعد لحظات كده من المحادثه مع حضرتك في اجتماع تحت اشراف سيادته وكل المنظومه والادارات المشاركه في هذا الحدث،
بننظم حاجه تليق بينا كلنا، فقرات خلينا نقول ان هي مفاجاه لاعضاء النادي الاهلي والمنتمين للنادي الاهلي. يمكن مشاعر جميله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود حابب ان هو يدي للحدث حقه الكامل. احنا طبعا فرحانين ان في فرع جديد تم اضافته على مؤسسه النادي الاهلي، بس الفرحه دي لازم يبقى ليها شكل يليق بينا كلنا. حفله بفقرات محترمه جدا، حابب ان هي تبقى مفاجاه لحضراتكم. في عندنا ناس من ابناء النادي الاهلي، يمكن لو اذكر الاستاذ هشام جمال اخ عزيز وفاضل ومن ابناء النادي الاهلي ومن الناس اللي بنعتز فيهم في المجال، قائم على الاشراف على الافتتاح والتوجيه من الكابتن محمود الخطيب. هنعمل حاجه تليق بيكم، حاجه تليق بالحدث نفسه. خلي بال حضرتك احنا فرع القاهره الجديده بنعتبره يعني افتتاح بيمس الشارع المصري باكمله والمناطق او مداخل العاصمه الاداريه، المشروع الاستراتيجي للدوله المصريه، فحاطين في الاعتبار تماما كل المعطيات المحيطه بالفرع الجديد، وبنتمنى ان احنا نحقق الافتتاح بالشكل اللي يليق بمؤسسه النادي الاهلي، يليق بكابتن محمود الخطيب وفريق كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره المحترم، ويليق بالمكان اللي موجود فيه فرع القاهره دي. رائع جدا. ان شاء الله نسعد بيكم جميعا باذن الله، ويبقى حاجه تليق بيكم كلكم ان شاء الله. احنا متاكدين من ده، بكل التوفيق ان شاء الله، وكلنا هنسعد وهنتابع بكره ان شاء الله حفل الافتتاح، وهنكون جزء منه كمان باذن الله. بشكرك جدا جدا سياده العميد احمد ايهاب النحاس، شكرا لحضرتك جدا على هذه المداخله. يعني كل فرع جديد النادي الاهلي بيتم افتتاحه، وكل الاهلاويه كل الناس بتبقى منتظره هذا الحفل. شفنا ده في الاقصر، وشفنا ده في الافرع المختلفه. الناس بتبقى عندها باشن، الناس بتبقى مبسوطه، الناس عندها ثقه ان الموضوع هيتم على اعلى مستوى، فبيبقوا عايزين يتفرجوا ان شاء الله. حسب كلام سياده العميد وحسب الكلام يعني اللي احنا سامعينه والاخبار المتداوله، ان هيكون حفل فعلا غدا يليق باعضاء وبكل من ينتمي لهذا الكيان المحترم النادي الاهلي. كلنا نسعد إن شاء الله بالفرع غدا.